اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقات قناتنا قناة صفير الزينة، وموضوع بيهم معظم هو تربية البادجي. ازاي ابدأ موسم التكاثر او الشغل في البادجي، وامتى ابدأ موسم البادجي؟ الميعاد المناسب بداية من شهر 9 وحتى نهاية شهر 6، ده الموسم المناسب لتكاثر البادجي أو الشغل بتاعه، ممكن تبدأ فيهم. أول نصيحة بنصحها لك إن أنت تشتري زوج بادجي، الذكر من تاجر والأنثى من تاجر، لتجنب أمراض الدم وأمراض الوراثة. الحاجة التانية تشتريهم في وضح النهار عشان بيبقى باين العصافير قدامك، مهمش كشين، بيبقوا مليانين نشاط، مليانين حيوية. الحاجة التالتة بص للكير اللي فوق منطقة المنقار بالنسبة للذكر، هتلاقيه واخد اللون الأزرق الغامق، ده معناه إن هو ذكر بالغ، والأنثى بتاخد اللون الأبيض أو اللون الطحيني أو البني، ده معناه إنها أنثى ناضجة. بكده ممكن يحصل التزاوج. هتحضر قفص من حجم مناسب وبياضة من حجم مناسب، وتبدأ تمكن الذكر تسيبه في القفص كام يوم، وبعدين تدخل عليه الأنثى علشان يحصل التزاوج. في فترة التزاوج دي دعم الذكر بنبات الجرجير، عود كل يوم كده، هو ده محفز من محفزات، واديله فيتامين ألف دال ه 3، وكمان حط للأنثى عظام السيبيا، هتساعدها في تكوين قشرة البيض وعنقود البيض، وبتدي للبيضة صلابة. ما تشتريش الأنثى أقل من 8 شهور عشان ما يحصل لهاش مشاكل في احتباس البيض. اهتم بنظافة القفص، واهتم بغسيل المسقة بمعدل كل يوم أو يومين، وغير لهم المية، وانفخ الأكل، وضيف الفلارس بمعدل 1 فلارس إلى نص بلكم إلى نص دنيبة. و الخضروات الورقية ممكن تدعمهم بيها زي البقدونس. وفي فترة التزاوج ممكن تديهم وجبة طرية عبارة عن بياض البيض، بيساعدهم في الإمداد بالكالسيوم. كمان النباتات الورقية بتديهم فيتامينز وأملاح. إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا. محتاجين دعمكم، لكم مني كل الحب. إلى اللقاء. صبر أمين في قناة عصافير الزينة.